اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من برنامجكم المجله. في هذا اللقاء حنستعرض ونتصفح معاكم العديد من الصفحات المفيده والمتنوعه، ونتناول اخبار ومعلومات من ليبيا ومن كل انحاء العالم، ونحاول نقدم لكم كل المواضيع والاخبار والمعلومات اللي تهمكم. عدد اليوم مليان أخبار ومعلومات ومواضيع متنوعة، نتمنى أنها تنال رضاكم واستحسانكم. وطبعا لو حابين تشوفوا الأعداد والحلقات الماضية اللي فاتتكم من برنامج مجلة، تقدروا تشوفوها من خلال صفحة البرنامج على الفيسبوك اللي راح تظهر على الشاشة. وأيضا لو عندكم أي ملاحظات أو أراء، أكيد راح نكونوا سعيدين جدا أنكم تتواصلوا لنا على صفحة البرنامج. وتوا قبل ما نبدأ تصفح صفحات مجلتنا، خلينا نشوفوا مع بعض عناوين عدد اليوم من المجلة. في صفحة تكنولوجيا واتصالات، أول تلفزيون قابل للطي في العالم بشاشة 165 بوصة وجهاز جديد يحول جسم الإنسان إلى بطارية بيولوجية. تقنيات حديثة في زراعة الأسنان هو موضوع صفحة دكتورز مع الدكتور محمد الطراونة، اختصاصي جراحة الوجه والفكين. مسجد كولونيا المركزي هو معلم صفحة معالم لهذا الأسبوع في صفحة معالم. رواية موسم الهجرة إلى الشمال للأديب السوداني الطيب صالح، نتعرف عليها في صفحة إصدارات. هذه بعض عناوين عدد اليوم. صفحات مجلتنا مليانة أخبار منوعة وفعاليات من داخل وخارج ليبيا، لكن في البداية شو رأيكم نتصفحوا مع بعض أولى صفحات مجلتنا ونشوفوا شن عندنا من أخبار واختراعات وابتكارات في صفحة تكنولوجيا واتصالات. طور باحثون في جامعة كولورادو بيلد الأمريكية من تطوير جهاز متخصص ومنخفض التكلفة، قابل للارتداء كأنه خاتم أو سوار أو ما شابه، كي يحصد الطاقة الحرارية من جسم الإنسان ويحولها إلى طاقة كهربائية لتغذية الأجهزة الإلكترونية. أوضح الباحثين أن كل 100 واط من حرارة الجسم تنتج بهذا الجهاز نحو 65 واط من الطاقة الكهربائية. باستخدام مولدات كهروحرارية تحول درجة حرارة الجسم الداخلية إلى كهرباء. هذه طاقة كافية طبعا لتشغيل الإلكترونيات الشخصية القابلة للارتداء زي الساعات من حرارة الجسم الطبيعية. هذا الجهاز يمتاز بأنه قادر على إصلاح داتا لما يصيب التلف أو يتلف جزء منه، فإذا أصيب هذا الجهاز بتمزق مثلا، ما عليك سوى ضمه إلى بعضه مرة ثانية باش يعمل مرة أخرى بشكل طبيعي. وأيضا الميزة الأخرى أن هذا الجهاز قابل لإعادة التدوير تماما. خبرنا الثاني وهو عن اللي كشفت عنه شركة سي سيد عن تصميم تلفزيون مميز بحجم كبير يمكن طي أجزائه ليكون مناسب للاستعمال في مختلف البيوت وقاعات العرض. وأكثر ما يميز التلفزيون M1 الجديد هو أن شاشته تتكون من 5 لوحات عرض تعمل بتقنية مايكرو LED أو LED. يمكن طي هذه اللوحات عبر محاور خاصة أو فردها بجانب بعضها لتشكيل أو لتشكل مجتمعة مع بعض شاشة كبيرة بمقاس 165 بوصة قادرة على عرض فيديوهات بدقة 4K. التلفزيون الجديد القابل للطي اللي هو MA يعرض بسعر 400,000 دولار. وهذه الشاشات تثبت على لوحات التلفزيون على قاعدة من الألمنيوم، يمكن طيها أيضا لتختفي داخل الأرضية
باش الجهاز ما يشغلش مساحة كبيرة إضافية، وأيضا تخزينه عند الحاجة واستخراجه عند حاجة لاستخدامه. من المقرر تسليم M1 للعملاء اعتبارا من الرابع أو من الربع الثالث من هذا العام، ويتوفر بألوان مختلفة بما في ذلك الذهبي والأسود والتيتانيوم، وأيضا اختيار الأغلفة باش تناسب جميع الأذواق ومتطلبات المساحة والإعدادات، حيث تعتمد شاشات مايكرو ليد على ملايين الوحدات الصغيرة ذاتية المبيعات، واللي تنبعث من الضوء الأحمر والأخضر والأزرق لتجتمع مع بعضها للحصول على ألوان حادة بشكل جيد. أعلنت نوبيا التابعة لشركة زيتي عن أسرة هواتف جديدة ضمت مواصفات لم تجتمع في أي أجهزة ذكية من قبل. من بين أبرز الأجهزة اللي كشفت عليها هاتف اسمه ريد ماك 6 برو، اللي يحتوي على شاشة أموليد بمقياس 6.8 بوصة، ومعدل تردها يصل إلى 165 هيرتز. ويمكن المستخدم التحكم بهذا المعدل تبعا لحاجاته لاستعمال الجهاز، أما مع الإنترنت أو الألعاب الفيديو. أما دقة الشاشة فوصلت ل 2400 في 1080 بكسل. الأهم من هذا كله هو أن الجهاز اجتمع فيه معالج سناب دراجون 888 المتطور ذو دواكر وصول عشوائية توصل سعتها إلى 18 جيجا بايت، وهي أكبر ذاكرة ليحصل عليها هاتف محمول لغاية الآن. هذا كان كل شيء عندنا في آخر أخبار عالم التكنولوجيا والاتصالات والتقنية، وتو خلينا نصفح صفحة جديدة. صفحتنا الجاية هي صفحة محبي الألعاب الإلكترونية. أول لعبة معنا في عددنا لهذا الأسبوع هتكون لعبة كينا وجسر الأطياف. لعبة كينا وجسر الأطياف تسرد قصة البطلة كينا في رحلتها لمعبد الجبل لإنقاذ الغابة اللي تمتلكها الأطياف الغاضبة، وعكرت صفو تناغم أطياف الغابة الهادية. أسلوب اللعب من المنظور الثالث، واللي يخليك تتبع حركة أو تحرك الشخصية كأنك في جزء من فيلم أنيميشن لديزني. والرسومات والرسميات والحركة في اللعبة صراحة جميل جدا، يخليك تحس كأنك في فيلم كرتون فعلا حقيقي انك داخل هذا الفيلم. تاريخ صدور اللعبة حيكون يوم 21 أغسطس اللي هو شهر 8 الجاي بإذن الله تعالى على جهازي البلاي ستيشن 4 و 5. Something tells me you did not come to our village looking for forest creatures. Hello, spirit. I seek passage to the sacred mountain shrine. لعبتنا الثانية هي لعبة ناريكا، لعبة البقاء والعالم المفتوح، واللي تذكرنا بألعاب زي ببجي وفورتنايت في أسلوب لعبها الجماعي المعتمد على البقاء والوصول إلى الفوز عن طريق الفضاء أو سوري عن طريق القضاء على كل الخصوم. بس الفرق هنا أسلوب اللعب هو الأسلحة، هنا مش حيعطوك أسلحة نارية وقتال من مسافات بعيدة، اللي متوفرة ليك هي فقط الأسلحة البيضاء اليدوية زي السيوف والخناجر. أسلوب قتالك يعتمد على مهارتك والتعامل مع الشبكات القريبة. التنقل في اللعبة سلس هلبة، ويعطيك حرية كبيرة في القفز والتشبث والجري على الجدران. اللعبة حتكون متوفرة، وهي أصلا متوفرة حاليا في متاجر الإكس بوكس والكمبيوتر، وأيضا على أجهزة البلاي ستيشن. I
اخر لعبه معنا في عددنا هذا الاسبوع اعاده صناعه للعبه برنس اوف بريتشيا واصدار جديد يحمل اسم ذا ساندز اوف تايم. طبعا بعد غياب دام لعقود او لعقد كامل نقدر نقول حوالي 10 سنين، الجزء الاول من السلسله الشهيره امير بلاد فارس تعود من جديد بشكل تتناسب مع متطلبات الاجهزه الحاليه واللي تحكي عن عوده الامير للمملكه باش يتفاجأ بسيطره مستشار المملكه على الحكم بعد اكتشاف قوه رمال سحريه اسمها رمال الزمن. انت كلاعب حتلعب بشخصيه الامير لتحرير المملكه من براثن المستشار لتلقى روحك في دوامه من احداث متعلقه بالزمن والسحر وقدرات تخليك تتحكم بالزمن. اسلوب اللعب مش حيختلف عن الجزء الاول، ممكن لو في تعديلات بسيطه تتناسب مع الاجهزه الجديده. اللعبه حتكون متوفره نهايه السنه الحاليه على منصات البلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1 وانظمه تشغيل ويندوز وجميع منصات الالعاب. Prince, the dagger, it can turn back time. Give me the dagger. Never. كان هذا كل شيء عندنا في صفحة الألعاب. لو عندكم أي سؤال أو استفسار عن أي لعبة أكيد تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق صفحة البرنامج اللي راح تشوفوها على الشاشة. يقولوا عندما يقوم الشخص بتجميع الكتب من حوله فهذا يعني أنه يعمل على جمع رصيد كبير من السعادة اللي تدخل إلى حياته وتغيرها تماما. لذلك كنا وما زلنا طبعا حريصين دائما ان يكون عندنا في المجله مساحه خاصه لمحبي وعشاق الكتب والقراءه. صفحتنا الجايه اكيد صفحه اصدارات. صفحه اصدارات اليوم مميزه، ليش لا؟ وكيف ما تكونش الأجمل وعنوانها الطيب صالح. الأديب وعبقري الرواية العربية أنا جنوب يحن إلى الشمال، هذه الجملة تكفي لأن نستدل على عنوان رائعة الطيب صالح موسم الهجرة إلى الشمال. الرواية اللي تعتبر من ضمن أفضل 100 رواية في القرن العشرين، ولما صدرت في عام 1966 كانت حديث استثنائي أو حدث استثنائي أيضا في تاريخ الرواية العربية. كتبها الطيب صالح في وقت كانت المجتمعات العربية حديثة خروجها من الاستعمار وأملها طبعا في التخلص من أتارة. فكتب الطيب صالح قصة شاب خاض تجارب فريدة في الشمال في لندن وعودته إلى مسقط راسه في بلدة نائية في السودان. خلينا نتعرف على هذه التحفة الأدبية موسم الهجرة إلى الشمال للأديب العبقري الطيب صالح في التقرير التالي اللي عدى الزميل زيد المومني. تبدأ رواية موسم الهجرة إلى الشمال بعودة طالب سوداني وهو الراوي من لندن بعد سنوات قضاها في الدراسة إلى بلدته الواقعة على ضفاف النيل، فيستقبله أهل القرية وبينهم أحد أبطال الرواية مصطفى سعيد، وما عرفه الراوي عنه أنه رجل صالح من الخرطوم جاء إلى القرية منذ 5 سنوات واشترى أرضاً وتزوج بإحدى بنات القرية وأنجب منها طفلين، إلا أنه كان رجلاً غامضاً ولا يعرف عنه الكثير. وذات مساء دعي الراوي إلى مجلس شراب في بيت صديقه وكان مصطفى سعيد حاضراً، وبعد أن شربا قليلاً بدأ مصطفى سعيد يهذي ويردد شعراً إنجليزياً بلغة متقنة، وهذا ما استثار فضول الراوي وأراد أن يعرف سر غموض ذلك الرجل. وفي اليوم التالي دعاه مصطفى ليخبره عن قصة حياته ورحلته باتجاه الشمال ومغامراته العاطفية الأقرب إلى المرض والأكثر من ذلك تسببه بانتحار 3 نساء إنجليزيات وجريمة قتل زوجته الإنجليزية أيضاً وسجنه 7 سنوات. روى مصطفى قصته الغريبة، فعبقريته وشخصيته المستقلة قادته إلى ترك السودان والتوجه شمالاً إلى القاهرة ليكتشف عالماً أوسع وأعمق من قريته
ومن القاهرة رحل أكثر شمالاً باتجاه لندن، وهناك أصبح أستاذاً قادماً من عاصمة النيل والسمر، البلد الذي يقع على خط الاستواء في عالم لا استواء فيه. فيعبر الطيب الصالح قائلاً: يا لسخرية الإنسان لمجرد أنه خلق عند خط الاستواء. بعض المجانين يعتبرونه عبداً، وبعضهم يعتبرونه إلهاً. أين الاعتدال؟ أين الاستواء؟ اجتذب مصطفى بحكاياه الإفريقية وسحره الشرقي على حد وصفه نساء بريطانيا، وأصبحن مهووسات بسحر مصطفى. فكانت النتيجة انتحار ثلاث منهن، وتزوج من واحدة تدعى جين موريس، تلك الفتاة التي حطمت الكثير من كبريائه، فما كان منه إلا أن قتلها وقضى في السجن 7 سنوات، وعاد بعدها إلى بلدته التي حن إليها كثيراً. تنتهي قصة مصطفى خلال فيضان نهر النيل، فيختفي معه وكأنه نهاية حلم، تاركاً زوجته التي طمع بها الكثيرون مع طفلين، وتجبر على الزواج من عجوز مزواج، لكنها ترفضه كزوج، وتقوم بقتله وقتل نفسها بطريقة مأساوية. وهنا يشعر الراوي بالمسؤولية، وينقلب على نفسه وعلى قريته وعلى مصطفى سعيد وذكرياته. وتنتهي الرواية بالراوي يتلاطم وسط الأمواج في نهر النيل، لا يدري هو ذاهب أم مهاجر إلى الشمال. مشاهدينا الكرام، من الثقافة والأدب والكتب، شو رأيكم نمشوا لصفحة مهمة نحاول من خلالها نسلط الضوء على بعض المشاكل الصحية اللي ممكن نواجهها في حياتنا. صفحتنا الجاية صفحة دكتورز. يعاني الكثير منا من مشكلات الأسنان، سواء المرضية أو المظهرية، وعندما يتعلق الأمر بالأسنان غالباً ما ترتبط مشاكل المظهر بجوانب مرضية. في السنوات الأخيرة بدأنا نسمع بمصطلح اللي هو عبارة عن مصطلح زراعة الأسنان إذا صح التعبير بشكل أكبر، ومع مرور الوقت تطورت الكثير من الطرق والأساليب في هذا الجانب وفي هذا المجال. في حلقتنا اليوم راح نتحدث بشكل أوسع عن أحدث تقنيات زراعة الأسنان مع الدكتور المميز دائماً محمد الطراونة، أخصائي جراحة الوجه والفكين وزراعة الأسنان. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. شرفتني وأنا سعيد وسهلا. جدا اليوم. أشكرك. وأنا سعيد إنك أنت تكون ضيفي اليوم. أهلا وسهلا. فيما سبق أنا كنت البيشن عندك مريضك. اليوم أنا سعيد وتشرفت بحضرتك معي في الاستوديو. تشرفت فيك جدا، وأنا طبعا أشكرك كقناة مميزة، وأنت أبو حميد ما شاء الله عليك إنسان مميز جدا ومريض ملتزم جدا. أنا أحب المرضى الملتزمين. تسلم. فما شاء الله عليك حبيبي. أشكرك. تسلم. أشكرك على يعني صراحة أنا نحضر الحلقة ولما عرفت أنك أنت حتكون ضيفي فقلت يعني صعب دكتوري، حنحاور دكتور هو دكتوري يعني. أنا دائما بسمع نصايحه ودائما بشكيل على المشاكل اللي عندي. اليوم أنا حنحاوره في موضوع مهم، وإن شاء الله يا رب نوفق في هذا الحوار. إن شاء الله. دكتور، في الزمان دائما لما تحكي أنك أنت قصة دكتور الأسنان كان في خوف. نعم. ان الواحد يفكر يمشي دكتور اسنان، يفكر. نعم. يعد للالف قبل مش المية. نعم. بس قبل ما تروح على دكتور اسنان لحد الان. ولكن اليوم مع التقنيات ومع التجميل، واليوم اصبح ترند، الناس كلها حابه يكون عندها شكل حلو اسنان. الناس قاعده تشوف في مشاهير وتشوف في ناس موجودين يعني فيمس عندهم اسنان. نعم. متراصه وجميله. صحيح. جدا، والكل اصبح حاب يكون عنده نفس هالابتسامه الجميله. لكن الأسنان مش فقط تبييض، مش فقط فينير. نعم. ابتسامة هوليود، ولكن هناك شيء مهم جدا زراعة الأسنان. أمتى الدكتور يلجأ لزراعة الأسنان، وشن هي تقنية زراعة الأسنان لما نقول زراعة أسنان؟ هلا أولا يسعد مساك. بالنسبة لزراعة الأسنان، زي ما كل المشاهدين بيعرفوا، زراعة الأسنان هي تعويض سن مفقود. احنا زمان كنا نعوض الأسنان المفقودة عن طريق الجسور، ولغاية هاي اللحظة كثير ناس بيستعملوها. ولكن طب الأسنان بمبدأه هو طب يعني هو يعتمد على المعالجة التحفظية. شو يعني معالجة تحفظية؟ يعني أنا قد ما بقدر أستطيع أني أنا أحافظ على يعني هيكل السن أو على سن طبيعي للإنسان أحافظ عليه.
كيف لجأنا لموضوع الزراعة أو لزراعة الأسنان عشان ما نخرب سنين إحنا عشان نركب عليهم جسر لتعويض سن مفقود. فبنلجأ لزراعة الأسنان، منه بنحافظ على الأسنان المجاورة، اثنين بنحافظ على العظم اللي هو مكان السن المفقود، لأنه مع مرور الزمن الإنسان بيفقد في عظمه ولا ما ببني. الزرعة بتكون هي عبارة عن شيء بيمسك هذا المكان، بيمسك هذا العظم في مكانه وبيخليه يحافظ عليه لسنوات طويلة جدا. تطور الموضوع بآخر 50 سنة بشكل كبير جدا. طبعا بروفيسور برينا مارك هو أبو زراعة الأسنان الحديثة، لأن زراعة الأسنان هي من قبل الميلاد بستمائة سبعمائة سنة موجودة من حضارة المايا والفراعنة وغيرها من الحضارات كانت موجودة. ولكن برينا مارك كان بيجري أبحاث على أرانب، كان بيتفرج على الشرايين وأشياء يعني بعيدة جدا عن موضوع الزراعة. ثبت صفائح تيتانيوم على العظم، فوجد بعد فترة أنه هذه الصفائح ثابتة بالعظم، وسمى ما هو الالتحام العظمي اللي هو الأوسيو انتجريشن. وبلشت الثورة، ثورة الالتحام العظمي، وبلشت الشركات بالعالم تتسابق على هذا الموضوع. لو وصلنا لمرحلة اللي هي الزراعة المعروفة هلأ بوقتنا الحاضر، اللي كل الشركات بتتنافس على جودة سطح الزرعة، كيف الثريدز تبعونها، كيف تمسك، وكيف الإنسان ممكن يحافظ عليها في المستقبل. قبل نخش في تفاصيل الزراعة وشن اختلاف الزراعة قبل على الآن وشن هي التقنيات الموجودة، أنت ذكرت معلومة دكتور أن نلجؤ لزراعة الأسنان باش احنا ما نخسروش سن أخرى يعني في عملية الجسور. طيب ليش امتى تتخذ قرار ان المريض هذا لازم يزرع على سن، وليش بعض الدكاتره يلجؤ للجسر؟ يعني هل في الحاله مثلا تعتمد على الكيس تبع المريض او في شيء معين؟ طبعا هلا الافضل هو الزراعه. يعني الافضل انه نحافظ على الاسنان المجاوره وما نقوم بوصلها مع بعض عشان ما يصير تلم اكل بالمستقبل، ما تسوي روائح كريهه، وما يخسر المريض عظمه. فحل الزراعه هو الحل الامثل حاليا. يعني كل مريض بيجينا هو الحل الامثل اللي هو الزراعه. اذا تعذر ذلك، اذا كان وجود مثلا مرض او شيء يعني يمنعنا من الزراعه، او المريض رفض. يعني ممكن ما صراحه دكتور المريض مار وكذا تحس الموضوع شوي صعب. هلا هي راح نحكي فيها هلا على التطورات اللي صارت، اللي صار هذا مش مسمار ولا شيء، وموضوع سهل جدا، والموضوع عباره عن 6 الى 10 دقائق بتكون انت مخلص ومروح. جميل. نعم. طيب كويس. انا انت قلت حسب حاله المريض وهو رغبته في انه بده يسوي زراعه او انه جسر. الان التقنيات الحديثه شنو وصل للعالم في التقنيات الحديثه للزراعه حاليا؟ بتعرف انا زي ما حكيت لك الشركات بتتنافس نعم. على هذا الموضوع وبتعطي تقريبا ملايين ومليارات من الدولارات على المنافسة على هذا الموضوع. وصلنا لمرحلة انه صفت ان الزراعة هي عبارة عن شيء يتم كاملا موجه بالحاسوب. يعني المريض بيحضر عندنا على العيادة، تمام، بناخذ له صورة ثلاثية الأبعاد. هاي الصورة صورة أشعة طبعا. ثلاثية الأبعاد. في عندنا مواسح رقمية أو تصوير للأسنان رقمي ديجيتال. ثلاثي الأبعاد. عندنا صور تشوفها دكتور، هي طالعة على الهواء الآن. فول سكرين طالعة هلا. الصورة هاي هي راح تمثل لنا انه كيف صورة الاكس راي ثلاثية الأبعاد. راح يبين عندنا كيف احنا بناخذ الاشعه هاي، بنحدد مكان الزرع بواسطه الحاسوب. وبنصمم وبنعمل برينتينج اوت او طباعه ثلاثيه الابعاد للي هو الجايد او السيرجيكال جايد. شو السيرجيكال جايد؟ السيرجيكال جايد اول ما نخليه بفم المريض بيثبت، بيعطينا مكان الزرعه 100% 100% مكانها. لذلك نسبه الخطا قليله جدا جدا جدا. جميل. هذا واحد. اثنين، بيساعدنا انها تكون العمليه، طبعا هلا لا يوجد شيء اسمه زراعه بدون الم وبدون جراحه. ما هو هذا السؤال المهم صراحه. هذا مصطلح يعني انا اعتذر عنه، للاسف في بعض الزملاء بيحكوا عن هذا الموضوع، ولكن اكيد في جراحه، حتى لو انه البانش او الخزق اللي عم بنسويه هذا يعتبر انواع الجراحه. بدون ألم، مش له بدون ألم، بتاخذ مسكنات وبنسيطر على الألم، ولأنها بتكون مينيمال انفيزيف احنا بنسميها، اللي هي الجراحة اللي هي ما بنسوي يعني ما بنكسر عظم، ما بنحفر كثير، ما بنفتح فتحة فلاب قوية كبيرة، فبالتالي بتكون as much as minimal يعني خفيفة جدا، وبالتالي المريض ما بيشعر فيها. نعم. بتكون نسبة الألم قليلة جدا. نعم. يعني كم ممكن المريض يزرع له في الجلسة الواحدة دكتور؟ هل يعني في عدد معين؟ أنا ممكن أزرع 16 زرعة بنفس الجلسة. يعني أعوض الفك العلوي والفك السفلي. وهلا رح نحكي عنها. رح نشوف هلا صورة توضيحية للتركيب. الصورة للتركيب نعم.
راح نشوف هلا كيف احنا بنركب هاي صورة توضيحية. نعم. هاي اللي شايفينه الشفاف اللي موجود والجزء اللي يمثل الزرعة والعظم. نعم. هاي هي الصورة اللي توضح ما هو السيرجيكال جايد او كيف احنا بنشتغل بالزراعة الموجهة بالحاسوب. نعم. كل شيء محسوب بالميلي بالملي يعني بالاقل من ميلي. نسبة الخطأ نسبة الخطأ ضعيف. نعم. يعني قليلة جدا قليلة جدا, جداً. نعم. نعم. فبالتالي بيحصل المريض على أفضل وأسرع وقت ممكن وبالتالي أقل ألم ممكن للمريض. طبعاً نسبة الألم تتحمل بين يعني بين مريض ومريض. نعم. حسب البين ثريشولد للمرضى. طيب دكتور, هل في كل الأماكن في الأسنان ممكن أنا نزرع يعني ولا بس الطواحين أو أماميات؟ لا يعني بكل مكان بكل مكان بكل مكان بالفك ما في مشكلة, ممكن نعوض الفك. هذا اللي رح نحكي عنه اللي هو هلا التطور اللي صار. في كثير مرضى بيجونا بيكون عندهم نسبة فقدان عظم بيحتاجوا لعمليات انه احنا نزيد لهم العظم نزيد. كيف دكتور عفوا سامحني, فقدان عظم يعني يكون العظم ضعيف عندهم؟ يعني مثلا مريض عمره بالخمسين او بالستين فاقد عظمه مثلا فاقد اسنانه من 20-30 سنه. بالتالي اكيد فقدان الاسنان راح يؤدي الى فقدان عظم الفك اللي هو الاليفيلر بون. فاذا بيحتاج المريض مرات عشان نعوض العظم ونعوض اللثه الى عمليات كبرى انه ناخذ له من وركه او ناخذ له من فخده. عرفت علي كيف؟ هاي تخش لمراحل يعني متقدمه بالضبط او من الضلع يعني في ماكن في 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 عمليات كثيره عشان نعوض هذا. نعم. الشيء رح نحكي مثلا زي هاي الحاله, هذا المريض عمره بالستين بدايه الستين تقريبا. نعم. كل اسنانه فيها حركه وبالتالي العظم داخل الاسنان, انا ما حبيت اورجي صور اشعه لانه ما راح يعرفوها المشاهدين. بالضبط هاي صوره وضعت كل الاسنان تتحرك تتحرك صحيح. فتم ازاله جميع الاسنان ولكن اذا بتلاحظوا انه في كثير من اللثه من اجزاء من اللثه مفقوده عنده وبالتالي عظم مفقود. اذا بنلاحظ هلا في الصوره اللي وراها راح نشوف القبل والبعد. شوف كيف بالقبل والبعد, احنا بالقبل والبعد ما شاء الله هذه بعد. نعم. ما شاء الله. نعم. تبارك الله فحصل على هوليوود سمايل. الهوليوود سمايل يا صراحه يعني شوف الاسنان قبل. نعم. بالشكل هذا ما يتوقعش انها حتكون نتيجه بالشكل بالنسبة. هذا يعني هلا هذا استعملناه عن طريقه الجسور الهجينه اللي هي هلا راح نشوف صوره توضيحيه. خلينا نشوف الجسور لو سمحتوا. نعم هذا بزر. هو الجسر الهجين. تفضل. ما هو الجسر الهجين؟ الجسر الهجين احنا بنعوض الفك باربع زرعات او ست زرعات او ثمانيه حسب كميه العظم الموجوده وحسب تقييم الطبيب المختص. نعم. اللي بيشتغل وتوزيع القوى. عشان نعوض اللثة إذا ملاحظين الأسنان موجودة وفي لثة صناعية, اللثة الصناعية هاي شبيهة باللثة الطبيعية, الطبيعية. جدا جدا ما حدا بيقدر يميزها. ما شاء الله دكتور كل شيء صباح صناعي اليوم. نعم نعم, نعم. ما شاء الله. هاي المواد هي مادة البيكتون. هي مادة حديثة جدا. نعم. أنا عم بستخدمها تقريبا بالشرق الأوسط, إحنا أو أوائل الناس اشتغلناها بالأردن ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. البيك برضو كانت مادة قبلها. هي من نفس المواد. مادة البيكتون إذا بتلاحظوا هنا قبل وبعد بلاحظ المريض كيف كان مركب. هذول هذه الصورة عفوا دكتور عشان نوضح الصورة الأولى. نعم. المريض كان مركب تقريبا تلبيسات عالية. نعم. على الزرعات اللي فوق فكانت يعني إذا بتلاحظوا اللثة مفقودة, زرعات واضحة, في انحسار للثة, في انحسار للثة كبير. عدنا كل الشغل طبعا احنا وعوضنا اللثة وعوضنا كل شيء للمريض. المريض طبعا مبسوط جدا. هذا مريضي من العراق الشقيق. المريض قبله من الكويت. اللي قبله من قطر. مرضى من ليبيا كثير عندي. أنا واحد أنت واحد منهم. فالحمد لله رب العالمين. هلا الجسور الهجيني هي ثورة. هلا يعني مريض بيحتاج مثلا الى رفع الى الجيب الفكي اليمين والشمال. ممكن احنا نضع ست زرعات في المنطقه الاماميه ونركب له جسر هجين. والجسر الهجين هذا بس انه عباره عن استدامته كل سنه او ست شهور يمر على الدكتور. هو طبعا تشيك اب يعني عادي, تشيك اب طبيعي عادي جدا. انا لي تقريبا خمس سنوات بستعملهم. ممتازين جدا, عوضوا لكثير ناس, خففوا عليهم خففوا عليهم تكلفه وخففوا عليهم كمان. نعم. عمليات ووقت. نعم. هذه الصورة. نعم. دكتور هاي الصورة لمريضي اللي حكيت لك, هذا جسر هجين إذا بتلاحظوا ما أتوقع إنه حدا يحس إنه هو, هو طبيعي جدا جدا, جدا. نعم. سهل الفك إذا كان بده مثلا يعمل له إدامة أو شيء من هذا القبيل. الطبيب ممكن يراجع أي طبيب بالعالم. يعني بالضبط اذا كان حتى خارج الاردن يقدر. نعم. حتى خارج الاردن ممكن. صح. يراجع بالكويت. انا هو مريض هذا من الكويت. انا ببعثه على اصدقائي بالكويت. نعم. اذا كان في عنده اي مشكله او التهاب تحت اللثه او سمثينج, لانه بتعرف بطبيعه الحال احنا الناس ما بنلتزم كثير طبعًا. يعني طبعا. طيب دكتور يعني صراحه انت ذكرت معلومه ايضا ان تعويض العظم
هل فقد الأسنان على سن مبكرة أو العمر هم اللي حددوا يحددوا يعني من هو يضيع يعني مليون. هل تنصح أن مثلا الشخص أول ما يفقد سن على طول مفروض أنه يستبدلها أو يعوضها؟ الأبحاث والكتب بتحكي أنه بعد فقدان السن يعني بعد ما نخلع سن إحنا من مكانه أو فقدنا انكسر راح سحبنا خلعنا whatever خلال الست شهور الأولى للسنة الأولى بفقد العظم الألوفيلر اللي هو المحاط للسن بفقد نصه قد يصل إلى نسب نصفه تخيل بخلال أول سنة فأنا بالعكس بنصح كل مريض إذا عنده أسنان مفقودة إنه إذا كان هو خلينا نقول طبيا وجسميا مستعد لزراعة الأسنان إنه يقوم بعملية زراعة الأسنان أصبحت يعني سهلة جدا 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 أنا بالنسبة إلي أنا أخصائي جراحة وجه وفكين الحمد لله رب العالمين تقريبا يوميا عندي عمليات زراعة ما بعتبرها عملية لأنها روتين يعني صفة زي إنه مريض جاي وأنت شفتها بعينك ما شاء الله تبارك الرحمن الدكتور يتنقل من عمان للعقبة ما شاء الله يعني فالحمد لله رب العالمين يعني عندنا المرضى مريض الزراعة أنا بعطيه نصف ساعة فقط من بين ما أقعد أحكي معاه من بين ما أهدأ من روعه شوية ناخذ له القياسات نبنجه نحط الزرعة ونطلع مع التعليمات نصف ساعة الورك الحقيقي بالزرعة من 4 إلى 6 دقائق فقط نعم طيب أنا مرة لما كنت نحكي معاك بالليبي كنت نهزم مع الدكتور كنت في العيادة فأنت قلت لي أنا مستحيل ركب تركيبا بعد الزراعة قبل 3 شهور أو 4 شهور نعم فأنت الوحيد اللي أو مش أنت الوحيد أنت من الناس القلائل اللي كان يركز على الحاجة دي ليش أنت ضد الفكرة أنا أنتظر فترة الالتحام العظمي فترة الالتحام العظمي هي من 3 إلى 6 شهور وليست بس 3 فقط يعني في مرضى كثير بخليهم 6 ولكن في بعض الحالات وخصوصا الأسنان الأمامية عرفت علي كيف أنا آسف ما جبت معي هاي الحالات مشكلة. كان جبت حالات تشوفها إنه المريض بنفس الوقت بيجيني مثلا أنا البارح كانت عندي مريضة واقع على سنها انكسر سنها وطلع من مكانه زرعت لها زرعة امبارح وحطيت لها عظم وركبنا كل شيء واخذنا قياسات وبكره راح تركب سن مؤقت بدل سنها بامكاننا ايضا نركب على نفس الزرعه بنفس المكان بنفس الجلسه ولكن في شروط لهي العمليه اللي هي الشروط انه تكون اولا ما في عليها اطباق ثانيا انه تكون الزرعه لما تثبت في العظم تكون بقياسات احنا في عندنا قياسات معينه محدده الكواليتي اوف بون تكون ممتازه المريض يكون ملتزم وهذا شيء مهم هذا جدا هذا هو صعب هو دكتور صراحه هذا ملتزم انه يكون ملتزم انه ما ياكل عليها فعندي حالات كثير الحمد لله رب العالمين انا شوي شديد مع مرضاي بنفس الوقت بضحك معهم بس لكن بصحتهم انا شديد معهم لانه هذا شيء لصحتهم في انا طبعا في الزراعة الفورية وأكيد أنتم حكيتوا عنها أنا حنحكي على مش حنحكي عليها تو إني عندك رأي خاص فيها برضك من الأشياء اللي أنا هدرست فيها أو حكيت فيها مع حضرتك الآن الزراعة أنت قلت لي ما تاخذش حتى نص ساعة ممكن على المريض حسب قديش بتركب له سن تزرع حالة نجولي ما بعد الزراعة ما بعد إن صار الالتحام والأمور كلها تمام التلبيسة دكتور هنايا كم الوقت وشنو النوع المفروض انه هو يكون موجود هلا الانواع يعني احنا بيحددها شغلتين بيحددها المظهر والفانكشن يعني اذا كان عندنا سن طاحونه احنا بدنا ناكل عليها بيهمني الفانكشن فبيهمني القوه فبروح على انواع التلبيسات القويه جدا اللي بتتحمل الضغط تمام اذا بيهمني مظهر سن امامي بروح على الانواع اللي غير معدن ما موجود فيها المعدن عشان لو صار لا سمح الله انحسار بلثه او لا سمح الله المريض ما التزم او whatever ما يبين عندي وبرضه كمان الدعامه بتكون برضه كمان مش معدنيه في دعامات زركونيا من مواد الزركونيا هي المواد الشفافه والمواد اللي يعني تشبه لون الاسنان الجمالية بتطلع ممتازة جدا إذا لاحظتوا بالجسور هلأ قبل شوي كانت ممتازة جدا كانت طبيعية نعم كانها طبيعية هاي برضو الجسور الهجينة بتوفرها لأن الجسور الهجينة المادة البيكتور اللي بنستعملها إحنا هي برضو مادة عظمية لونها زي لون العظم أو لون الأسنان اللي هو البيج خلينا نقول فذلك لما نركب عليها الأسنان شفافية الأسنان وانكسار ضوء وارتداده للعين بتصفي زي الإنسان طبيعية هذا الأهم شيء هلا كيف إحنا بنركب أو كيف كلياته بيتم عن طريق الديجيتال كله ديجيتال فلو ورك كاملا ما شاء الله من ناحية المساحات الرقمية اللاب ورك فقط لا غير لإعطاء بعض التفاصيل الطبيعية يعني المريض يقدر ياخذ فكرة على شكل النهائي قبل ما حتى يتم عملية الزراعة أو حتى أنا بتناقش أنا وياهم بالسمايل طول وقصر وسوي قبل ما يركب على تمه واللون الأسنان
واذا بده اعمل له بروفا واعطيه شيء من المواد اللي هي شبيهه بالمواد اللي راح ارتب له اياها يشوف الاسنان ويجربها برضه ما في مشكله. طيب دكتور لما تم ادخال ماده او هذه المسامير اللي خاصه بالزرعات وكذا، هل الجسم يتقبلها عادي جدا؟ هل احيانا يصير ممكن يصير سايد افكت تحسس ما يقبلها الجسم؟ نسمع احيانا ان الزرعه ما زبطت ان العظم ما قبلش يلحم على التيتانيوم. طبعا اكيد نسبه نجاح الزراعه هي من 95% إلى 97%. هذه نسبه عاليه ما شاء الله. وهي نسبه عاليه جدا. نعم نسبة عالية جدا، طبعا تحكمها ظروف. يعني مريض مدخن شره صعب جدا انك انت تقدر تشتغله. مريض عنده سكري غير منتظم، انا قصدي بالغير منتظم، منتظم يعني مش يعني، لكن اذا سكري منتظم تراكمي ممتاز ما في مشكله، ما فيش مشكله. نعم ما في مشكله. مرضى الكوليسترول، مرضى يعني بتعرف هذا الشعب هو يعني ما شاء الله هو كل الشعب الحمد لله. الحمد انا واحد منهم يعني الحمد لله خير وبركه. بس اقصد انه اذا انت كنت منتظم، منتظم على علاجك، منتظم مع اطبائك، تاخذ علاجك ممتاز، يعني متبع حميه غذائيه ممتازه، الظروف تعطيك 97% انك انت. وكان طبعا ظروف العمليه الطبيب اهم شيء طبعا، الاختصاص مهم جدا، نوعيه الزرعه مهمه جدا، وطبعا البروسيجر وتعقيمه والتزام المريض خلال اول 10 ايام. طيب دكتور، هل في فتره الاربع شهور او ثلاث شهور او ست شهور لغايه انت ما تقرر انك انت خلاص حتحط التلبيسه النهائيه على الزرعه، هل هنا يتم تعويض المريض باسنان مثلا تعويضيه؟ نعم ولا حيكون فراغ يعني؟ لا نعم، على الاغلب على الاغلب اغلب المرضى بيحصلوا على تعويضات مؤقته، الا المرضى اللي يعني ما بيهتموا لهذا الموضوع. في مرضى بيقول لك انا ما في داعي دكتور، عادي اموري تمام، انا اوريدي متعود عليها المنطقه. نعم. فارغه. بس في مرضى مثلا زي حضرتك انسان اعلامي مثلا خلينا نقول، في كثير ناس بيشوفوا ناس يوميا بيقول لك انا ما بقدر اترك يعني مجال، فبنحط له اسنان مؤقته بتكون متحركه او خارج عن الاطباق عشان ما يسبب له مشاكل. طيب لغايه التركيب النهائي. طيب الوقت يمر بسرعه والحديث معك لا يمل. بس انا سامحوني شباب اعطوني شويه وقت لان هذا سؤال مهم. الدكتور عنده وجهه نظر. الدكتور ما عنداش وقت، قالوا لي لا الدكتور حيتحمل لي شويه. دكتور بالنسبه للان سمعنا على شيء جديد طلع اللي هو الزراعه الفوريه، وصار فيها تسويق وناس على السوشيال ميديا زراعه الفوريه. زراعه الفوريه عشان يعني ما يزعلوا مني جماعه الزراعه الفوريه. لها حالاتها. انا طيب. من الناس اللي اشتغلتها قبل 5 6 سنوات. نعم. كنت من الاوائل اشتغلتها بالاردن ولكن توقفت عن استعمالها. لانه ما بيصير التحام عظمي اللي هو احنا حكينا عنه في بدايه البرنامج. نعم. اللي هو اللي حكى عنه برينامارك. الالتحام العظمي الاوسيو انتجريشن، ان العظم والزرع يصيروا وحده واحده، لا يوجد هذا الشيء، لانه اسطح الزرعات الفوريه هي اسطح ملساء وليست اسطح معالجه، وبالتالي وما في حدا بيقدر يناقشني في هذا الموضوع لانه يعني مش بالعمق دكتور، يعني مش بالعمق. مش نعم. بالعمق نعم. فبالتالي في بعض الحالات تستدعي وضعها، بعض مني الحالات مني بعض الحالات بس ما يزعلوش منا. بعض الحالات يعني خلينا نقول 5% من حالات الزراعة. 5% مثلا الناس الكبار في السن او يعني ممكن كبار في السن، ممكن إن اذا كان عندي مثلا خايف انا من ما يصير التحام عظمي. يعني انا خايف المريض ما يصير عنده التحام عظمي او يرفض الزراعه التقليديه. ممكن احط له على الاغلب مرضى زراعه الفول ارش، يعني الفك الكامل. وليست زرع وزرعتين. نعم. يعني زرع وزرعتين مستحيل احط له زرع. انا طماع وعندي سؤالين مش بعدين. نعم. حنخليك حتغادرنا وعندنا اسئله كثيره بس لكن عندي سؤالين ضروري دكتور. من الفئه العمريه دكتور اللي تنصح او تبدا معها زراعه الاسنان؟ هل في سن يعني في 50 60 شفنا لكن نحكي على السن الصغيره. نعم سؤال ممتاز جدا. نحن نفضل بعد البلوغ. بعد البلوغ. نعم. بعد البلوغ يعني من 18 ل 20 ل 21 يعني من 18 ل 21 سنه بعد البلوغ. هلا في بعض الحالات تستوجب الزراعه بعمر ابكر. البنات اصغر بنزرع لهم من الشباب لانه بلوغهم اسرع. الشغله الثانيه في عندنا بعض الصور الاشعه، بناخذ صور اشعه على الاصابع وللايدين وللفك العلوي نشوف كيف التئام الاصابع لانه هي من العظام اللي بتبين انه في كم اكتمل النمو ولا لا. ففي عندنا بعض البروسيجر بنعمله بنتاكد انه اكتمل نموه ولا لا. بنزرع على عمر 16 17. اذا كان هذا سؤالك. هذا نعم. سؤالي. ممكن نزرع عمر 17 16 ولكن بنتاكد في بعض الاشياء لازم نتاكد منها ان هي مكتمله النمو عند المريض. بنزرع له. ممكن في المستقبل بعد 4 5 سنوات. طيب. نغير التلبيسه فقط. طيب سؤالي سؤال الاخير تفضل. عمر الزراعه دكتور كم ممكن تمتد؟ فور لايف.
ما بدي احكي فور لايف انه الناس تاخذها علي ممسك ما دمت انت محافظ عليها. نعم يعني انت السن اللي في تمك الطبيعي اللي خلقه رب العالمين واللي يعني الناس يعني متحسف عليه فهمت علي كيف؟ ما دام انت بتفرشيه وبتنظفه هو في فمك صحيح. محافظ عليه ما بتاكل عليه اشياء قاسيه محافظ عليه الزرعه نفس الشيء. نعم ما دام انه تمت الظروف كلياتها صحيحه انا مستعد. انا لي 16 سنه بزرع. مريضتي اول مريضه زرعت لها قبل اسبوعين ثلاثه كانت عندي. بتجيني كل 6 شهور بشوفها تشيك ابس بكون متاكد ما في سوفان عظم حوالينها ما في التهابات. جميل جدا امورها تمام وبتمنى ان شاء الله الدنيا كلها يعطيك صحة. انستني وشرفني الحديث معك لا يمل صراحة. عندي اسئله هلبة لاني نعرفك شخصيا ونعرف انت ما شاء الله قديش عندك امكانيات وخبرتك في هذا المجال. شكرا لك دكتور واكيد ان شاء الله حتشرفني مره ثانيه للحديث بقيه ان شاء الله. اكيد حبيبي وبتمنى ان شاء الله الوباء يروح عنا يا رب ونرجع يعني وازوركم في ليبيا ان شاء الله. مرحبتين بك تشرفنا يا دكتور. اذا مشاهدينا الكرام احنا ما زلنا متواصلين معاكم في جزءنا من صفحتنا اللي خصصناها للتغذيه باعتبارها عنصر اساسي للحفاظ على صفحه على صحتنا. فقرتنا الجايه مع ضيفه تخصصيه التغذيه اسراء ابو حشيش بس بعد الفاصل. اهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. رجعنا لكم ومكملين معاكم البارت الثاني من فقره دكتور زواء اللي هي فقره التغذيه. مرحله الحمل من المراحل المهمه في حياه المراه وحتى الاسره، وهذه المرحله تتطلب رعايه صحيه خاصه. في فقره التغذيه اليوم حنركزوا على تغذيه المراه الحامل الممنوع والمسموح خلال هذه الفتره. يسعدني ان تكون معي اليوم للحديث عن هذا الموضوع بالتحديد اختصاصيه التغذيه اسراء ابو حشيش. اهلا بك. شرفتينا. اهلا وسهلا. في البدايه شهور الحمل يعني تنقسم الى مراحل معينه، هل التغذيه للمراه الحامل ايضا المفروض تنقسم تبعا لهذه الشهور او ان الموضوع يختلف توتاليا؟ اكيد. هلا احنا عندنا بنعتبر زي ما قلت مرحله الحمل هي اهم مرحله اهم مرحله بحياه الطفل. احنا بالذات بنركز عليها خاصه قبل الحمل. يعني كون الام بتبلش تحضر الحمل المفروض تبلش تحضر حالها. زي ما قلت مرحله الحمل عندنا بتنقسم لثلاث اقسام. اهم مرحله اللي هي الثري ترايمسترز. اهم مرحله اللي هي اول ثلاث شهور. ثلاث شهور الاولى من الحمل الفيرست ترايمستر. هلا هذه المرحله ليش؟ لانه هو اوريدي ببلش يتكون الاعضاء ببلش يتكون الجنين. واذا كان في عندي نقص لا سمح الله هذا الشيء رح يسبب لي مشاكل يا انه فوريه يا انها على المدى البعيد في حياه الطفل لقدام. اوكي هلا نبلش زي ما قلنا بدنا نحكي ليش هاي المرحله اهم مرحله كونها بتكون عندنا الاعضاء اول ثلاث شهور. بالضبط اول ثلاث شهور اول اربع اسابيع ببلش لسه الخليه تدخل في جدار الرحم. سوري البويضه تدخل في جدار الرحم مما بتكون عندنا بتنقسم الخلايا بتبلش يتكون الجسم. هلا نبلش للشهر الثاني اللي هو بتبلش عندنا تتكون عضله القلب. وتشز هذا الشيء كثير مهم. بلش عندنا يتكون النخاع الشوكي اللي هي بتحتاج لكثير من الفيتامين والمينرالز انه نقصها ممكن ياثر عندي على هذا الموضوع. هلا اهم شيء بالذات بركزوا عليه للحوامل هو الفوليك اسيدز. يعني اي مراه بتحضر لحمل او ببلش انها بتعرف انها حامل طبعا الدكتور بيكون باستشاره طبيب ممكن بعطيها مكملات او احنا بيجي دورنا من طريق الاكل. هذا سؤالي كان الفوليك الاسيد هذا يكون عن طريق السبلمنت او عن طريق شيء طبيعي يعني يكون مفروض تاخذ على اغلب الاطباء بس طبعا بعد استشاره الطبيب بعطيها مكملات غذائيه. بس انا كوني ببلش احضر للحمل او بعرف اني حامل بصير المفروض اني اخذ اغذيه غنيه بالفوليك اسيد. نعم. اللي هو الحمض الفوليك. نعم. وين موجود عندنا حمض الفوليك؟ اول شيء موجود هي موجود عندنا على الطاوله. بالزبط. طيب قبل ما نحكي على الاشياء الموجوده على الطاوله هذا في الثلاث شهور الاولى لازم الغذاء يكون لازم يكون غني بحمض الفوليك. طيب خلينا نشوف الاكل الموجود عندنا في الطاوله اللي ممكن يكون او اكيد يحتوي أكيد على حمض الفوليك. هلا احنا طبعا هلا لسه بنحكي عن عناصر غذائيه اخرى بس نحكي عن اهم هلا عنصر احنا بحاجه له. بما ان احنا قلنا ثلاث شهور الاولى هي اهم شيء يعني بالضبط اهم شيء عشان تكوين اعضاء الجنين. تمام عندنا اول شيء موجود عندنا بالخضار الورقيه اللي بسموها الخضراء الورقيه الداكنه اللي هي اي شيء اخضر داكن يكون بالضبط يكون فيها حمض الفوليك مرتفع. برضه موجود عندنا برضه غني بالافوكادو غني بحمض الفوليك. الافوكادو برضه بالضبط ايوه. في عندي اللحوم الحمراء بكافه انواعها. طبعا احنا بنفضل انها يعني كون هي اوريدي حتكون عم تاخذ لحوم تحاول انه ناخذها بطريقه صحيه تكون خاليه من الدهون. او اذا مثلا انه قطعه اللحمه تكون تقيم عنها الدهن او الجلد او تمام. يعني نحاول انها تكون بحيث انها
برضه تكون طيب طريقه صحيه. طيب لو كان حد فيجن استاذه يعني هي مش هلا ما عندي مشكله بس لازم تستشير طبيبها بحيث يعطيها المكملات الغذائيه. المكملات الغذائيه هلا زي ما احنا قلنا هي موجود في عناصر موجود تانية. في النباتات تمام قلنا اللي يكون خضرة بشكل يعني على يعني خضار ذاكر يعني ايوه. هلا احنا هذا كلياته عم نحكي عنه مايكرو نيوترينتس اللي هي المعادن والفيتامينز تمام. برضه في عندنا البقوليات او المكسرات برضه غنيه بحمض الفوليك. المكسرات مش اللوز بس يعني كل الاشياء اللي هي على الاغلب يس يعني. بس احنا بنحكي البقوليات بشكل عام يعني لا نحكي على لا برضه المكسرات مكسرات يعني هل في مثلا في اشياء مفروض تتجنبها خلال 3 شهور الاولى بمنحك عن المكسرات يعني هلا مش من ناحيه مكسرات انا بعطيها نظام غذائي فيها جميع العناصر الغذائيه. هلا احنا في عندنا قسمين بنقسم لماكرو نيوترينتس ومايكرو نيوترينتس. الماكرو نيوترينتس زي الكربوهيدرات البروتين موجود عندنا باللحوم صحيح. والدهون بس انها تكون دهون صحيه تمام ايوه بدها تاخذها بطريقه متوازنه طيب. وتكون نيه ولا مملحه ولا هلا ما عندي مشكله بس اهم شيء انه يعني ما طبعا اكيد ما تكون مملحه لانه انا هيك عن بحكي انه بصير اوريدي بصير الجسم بيكون فيه تحب السوائل بسبب اللحم سوري بسبب الحمل بسبب الحمل مع الملح بيزيد طبعا تحبس السوائل طيب أوكي. ايش كمان هلا احنا حكينا عن الفوليك اسيدز هلا هذا الشيء تكون حكينا عضله القلب والنخاع الشوكي في الاسبوع الرابع بالضبط القلب ببلش النبض فياته بيوم 35 يوم 35 من عمر الجنين او من عمر النطفه فهل بنحكي عن الاشياء المهمه للنخاع الشوكي هلا اذا قلعنا كان عندنا مشاكل نسبة الفوليك أسيد قليلة بصير في عنا ممكن مشاكل بالأعصاب مشاكل بالنخاع الشوكي بصير ممكن أمراض هذه بالنسبة كلها للجنين مش للأم بحد ذاتها يعني للجنين احنا قاعدين نغدوا في الجنين مش في الأم يعني أكيد احنا بدنا ندير بالنا على هذا هلا أنا بدي أعرف على الأغلب الطفل في هاي الفيتامين الأساسية أو المينرالز ممكن ما تكون موجودة لدى الأم هلا هو على كل الحالات الطفل باخذ جميع احتياجاته بالزبط. من كالسيوم من حديد حتى لو الام عندها مشاكل بس يعني بالاخر كلياته باخذه من الام بالضبط احنا بنقوي الام عشان الجنين نقصد بالزبط. هذا هو يعني اوكي تمام. هلا في احنا بالاسبوع السادس والسابع بلش عندنا الغضاريف اللي هي بتكون منها العظام فانا عشان هيك بحتاج لكميه كافيه من الكالسيوم اللي هي ممكن احكي الالبان الاجبان طبعا انا ما بحكي لها تاخذها سكم خاليه من الدهون تاخذها قليله بالدهون لان في عندنا مثلا احنا الكالسيوم بحاجه لفيتامين د فيتامين د من الفيتامينات اللي بتحتاج الدهون تذوب فيها عشان هيك انا ما بلغي الفات بس بختار فات صحي برضه الافوكادو من الدهون الصحية. الصحيه يعني نبتعد عن الدهون الغير صحيه ونعوضها بالضبط الموجوده بالاكل الجاهز طيب. المقالي هاي الاشياء اكيد ابتعد عنها تمام اوكي حكينا برضه احنا بتكون عندنا الاسنان الغضاريف والعيون اوكي تمام هلا برضه بدنا نحكي برضه عن احدى العناصر الغذائيه برضه المهمه الحديد من المعادن جدا مهمة. اكيد هلا اذا الام عندها فقر. نقص فقر حديد حياثر عندي برضه على نمو الطفل هذا ممكن احكي لك يسبب مشاكل ممكن يسبب اجهاض ممكن يسبب انه الولاده المبكره هاي اسباب هلا نيجي احنا بنحكي بتيجي الام حامل بتصير تاكل عن شخصين هاي هي المشكله الاكبر شائعه هلا احنا بالذات اول 3 شهور ما في داعي تزيد الام سعراتها الحراريه تاكل عادي جدا بالضبط زي ما هي بتاكل عادي لانه لسه الطفل ما لسه بتكون ما بالعكس بيكون لسه وزنه 1 جرام خلال احكي اول شهرين ولا شيء تمام بس زي ما قلنا بدنا تركز على المايكرو نيوترينتس هي الفيتامينات والمعادن يعني نوعيه الاكل بيهمني الكواليتي بالضبط مش الكوانتيتي الكواليتي بالضبط الغذاء يكون ذو قيمه غذائيه عاليه تمام طيب اوكي هذا في 3 شهور الاولى هذا اول 3 شهور هلا نيجي للشهر الفتره الثانيه اللي هي السكند ترايمستر الشهر الرابع الخامس السادس برضه نفس الشيء بدها تكون تركز على الكواليتي بس بلس انها بدها تزيد السعرات الحراريه تقريبا 340 سعره حراريه في اليوم بالضبط تمام بالثرد ترايمستر اللي هو الشهر السابع الثامن التاسع بدها تزيد لا تقريبا 450 سعره حراريه اوكي بتبلش تزيد يعني بالزبط. وما تفكرش في زياده الوزن المفروض بالمرحله هذه هلا هي لانه احكي بتصير طعم الطفل على هذا انا بحكي عن المايكرو نيوترينتس اللي هي سعرات حراريه الكربوهيدرات يعني لان في بعض النساء تقول لا انا ما بقدرش ناكل هلبة ممكن هلبة يعني كثير ناكل كثير عشان ممكن ان جسمي يزيد فتره الحمل اوريدي وبيزيد فبالتالي تحاول تنقص من الكربوهيدرات هلا هذا غلط بالي لانه اي زياده يعني زياده طبيعيه احكي تقريبا نص كيلو كل اسبوع يعني احكي تقريبا 12 كيلو خلال الحمل كله هلا لا سمح الله اذا
إذا كانت الزيادة كتير عالية ممكن يسبب عندي مشاكل مع الحمل اللي هي مثلا سكري الحمل. ممكن زي ما حكينا يسبب ولادة مبكرة. أو ممكن يطلع وزن البيبي كتير عالي. هلا إحنا بيطلع وزنه 4-5 كيلو بتحكي لك البيبي بصحة ما شاء الله كبيرة. هذا لا سمح الله أوكي البيبي صحته منيحة بس لا سمح الله ممكن يسبب له مشاكل. مشاكل صحيح. بالضبط ممكن مشاكل وراثية ممكن مشاكل لقدام يصير عرضة أكثر للسمنة للأمراض المزمنة لا سمح الله. وأيضا يأثر حتى على الأم. بالضبط. هلا خلينا نحكي زي ما حكينا أنا السعرات الحرارية والكربوهيدرات البروتين بدها تضلها نفس النسب اللي احنا زي احنا عارفين 50% من النظام الغذائي كربوهيدرات 30% دهون 20% بروتين تمام. زي ما هلا حكينا اهم شيء الكواليتي او القيمه الغذائيه للاكل تكون صحيه الفواكه الخضروات هاي الاشياء المهمه تمام. هلا زي ما حكينا بدنا نعرف انه احتياجات المراه بتحتاج زي ما قلنا من المايكرو نيوتريانت زي ما قلنا الفوليك اسيد بتتاكد انها بتاخذ تقريبا من 600 ل 800 مايكروغرام يوميا الكالسيوم بتكون احتياجاتها تقريبا احتياجاتها بتكون تقريبا من 900 ملي جرام بتصير احتياجاتها بتوصل تقريبا من 1200 ل 1500 فانا عم بزيد بالفيتامين مينرالز تزداد احتياجاتي كويس. مش بالسعرات الحراريه حكينا اكثر نعم طيب الثلاث شهور الاخيره تمام ثلاث شهور الاخيره قبل الولاده بالضبط بكون خلص يعني هلا احنا زي ما حكينا اول فتره بتكون حضر البيبي الفتره اللي بالنص بنكون نحاول نحافظ انه البيبي يضل سيف ما يصير عنده اي مشاكل تمام. الفترة الأخيرة اللي هي للولادة إنه الأم برضو إنه مثلا ما يكون عندها تحب السوائل فأنا بدي أركز إنها تكون عم تأخذ على الأقل السوائل اللي هي أحكي 8 كاسات مي باليوم على الأقل ممكن برضو تكون عم تأخذ الحليب ومشتقاتها تكون حصة أو حصتين على مدار اليوم نعم. يعني برضو الألبان والأجبان وهكذا ممكن يصير عندها بعض الأحكي مثلا تكون بتحس بلعية فهاي برضو لها يعني ستيب معين بتراجع اخصائيه التغذيه ايش انه عشان خاصه بالصباح ممكن برضه يكون عندها امساك مزمن في هالفتره فبتدير بالها تكون عم تاكل فواكه وخضروات على الاقل حصتين لثلاثه فواكه تكون خضروات عن طريق السلد وهكذا نعم طيب عشان نختم مع حضرتك يعني بالممنوعات على المراه الحامل من طول الفتره التسع شهور فتره الحمل تمام هلا اول شيء احنا الاسماك بنخاف موضوع الاسماك هلا مو موجود عندنا كثير بدول عربية مثل أحكي الأردن وهكذا بس ممكن بدول أخرى شمال أفريقيا إحنا على البحر بالضبط السمك وجبة أساسية يس الأسماك بدها تدير بالها من الأسماك مثل سمك القرش سمك أبو سيف هاي الأسماك بتكون ممكن يكون فيها ميركري ممكن يكون فيها نسبة زئبق فهذا الإشي ممكن يأثر على الطفل البيبي فتحاول توصل يعني تأخذ الأسماك اللي ما تكونش فيها نسبة زئبق خالية أيوة من نسبة الزئبق برضه بدها تبعد عن الأطعمة الجاهزة طبعا هذه ممكن تكون أصلا ما فيها قيمة غذائية أكثر ما فياتها دهون ممكن نحكي في بعض أنواع الفواكه بنخاف شوي منها مش ممنوعة بس بدها تقللها مثل التمر المانجا الأناناس يس هلا الرحم عبارة عن عضلة ملساء التمر والأناناس والمانجا ممكن يسبب انقباض بزيد الانقباضات فالناس اللي عندها النساء اللي عندها اوريدي مشاكل راح تحس باوجاع وهكذا فاحنا احتياطا بنقول قلل يعني مش ممنوع بس بكميات معتدله نعم وهي الاشياء الاساسيه اكيد الاكل الجاهز اللي هي بدها تبعد عنه نعم احنا شاكرين جدا لوجودك معنا شكرا على هالمعلومات القيمه شرفتينا استاذه اسراء وان شاء الله نشوفكم معنا مره ثانيه ان شاء الله شكرا لك اذا مشاهدينا الكرام وصلنا لنهايه فقرتنا هذه وفقره التغذيه لكن الحين مازال متواصلين معاكم في استعراض صفحاتنا تو خلينا نمشي لصفحه نتعرفوا من خلالها على معلم جديد من المعالم الموجوده والمنتشره حول العالم نتعرفوا على اسرارها وتفاصيلها الجميله والهندسيه صفحتنا الجايه هي صفحه معالم رحلتنا اليوم في صفحة معالم راح تكون في أوروبا وتحديدا لمدينة كولونيا الألمانية رابع أكبر المدن الألمانية حيث يقع أجمل وأحدث المساجد الإسلامية مسجد كولونيا المركزي أكبر مساجد ألمانيا اللي صممه مصمم الكنائس باوم بول بناء المسجد يجمع بين مظاهر الفن المعماري القديم متمثل بالطراز العثماني والفن المعماري الحديث بكافة تفاصيله اللي تاخذك إلى مساحات واسعة تزينها الزخارف الإسلامية شو رأيكم تعرفوا أكثر على هذا المعلم في هذا التقرير للزميلة دينا أبو عديلة خلينا نتابعه مع بعض يعد مسجد كولونيا المركزي تحفة معمارية رائعة تم بناؤها على طريقة الطراز العثماني الإسلامي القديم
تهدف فكرة بناء مسجد كولونيا المركزي إلى تحويله إلى مكان عبادة لجميع سكان المدينة بغض النظر عن اختلاف عقائدهم وأديانهم وطوائفهم، بهدف تعزيز التعايش السلمي بين المسلمين وغير المسلمين. المسجد الذي شيده الاتحاد الإسلامي التركي في ألمانيا في نهاية سنة 2017 لم يتم تأسيسه ليكون مكانا للعبادة فقط، وإنما مكانا للقاء والتعارف والتقارب بين الناس، ما يؤهله كي يصبح رمزا للاندماج الناجح في المجتمع الألماني. وقد تم تصميمه من قبل المهندس الألماني باول بوم بطريقة تجعله مثل برعم متفتح مع بعض ملامح العمارة الغربية، ليعكس بذلك مدى التسامح الديني الذي تعيشه ألمانيا. شكل البرعم المنفتح يأتي في تلك القبة التي تعلوه، وهي قبة مفتوحة إلى الأعلى تبدو كبرعم زهرة على طرفيها، فيما تقف أبراج مئذنتين رشيقتين شامختين في السماء. وفي التفاصيل، يحتوي الهيكل المعماري للمسجد على قاعة صلاة مفتوحة، ثم على باحة ضخمة تبدو سعتها وكأنها تدعو الناس من جميع الأديان إلى الدخول إلى المسجد. وفي الربيع تسمح نوافذه الكبيرة والعالية بمرور أشعة الضوء. ويبلغ إجمالي المساحة التي أنشئ عليها مسجد كولونيا المركزي 17,000 متر مربع، ويتسع ل1200 شخص يمكنهم أداء الصلاة بداخله في نفس الوقت. ويضمه المسجد قاعة للصلاة ومرافق للوضوء ومعهدا إسلاميا ومركزا للتربية الدينية الإسلامية، فضلا عن أماكن للعمل على تعزيز التعاون الديني والثقافي، ومكتبة إسلامية وقاعة للمطالعة. ويوجد ضمن المسجد متحف للفن الإسلامي وأماكن أخرى للمعارض ومراكز للشباب والمرأة والعائلة والعمل الاجتماعي وأماكن للعمل الصحفي والعلاقات العامة، بالإضافة إلى قاعة للمؤتمرات متعددة الوظائف ومركز للتسوق وموقف سيارات تحت الأرض. اهلا بكم مشاهدينا من جديد، ما زلنا متواصلين معاكم. وبعد ما كان جولتنا لالمانيا وشفنا هذا المعلم، خلينا نمشي لصفحه جديده من صفحات عدد اليوم. صفحتنا جايه ترصدنا كل جديد وكل الاحداث من كل مكان في ليبيا، صفحه كاميرا ليبيا. من منطقة الترون السياحية اللي تبعد عن مدينة درنا حوالي 30 كيلومتر باتجاه الغرب، انطلقت فعاليات مهرجان هويتنا تجمعنا وثقافتنا راسخة في حلتها الثانية بأجواء تراثية رائعة ومميزة. ضم المهرجان عروض لمجموعة من المقتنيات الشعبية التراثية التقليدية واللي تمتاز بها العديد من المناطق الليبية، وذلك حفاظا منهم على هوية التراث الليبي. هذا العرس كان تحت إشراف منظمة أساطير الأولين بالتعاون مع مؤسسة ميدان الشجرة للإنتاج الإعلامي ومنظمة الرونق للمرأة والطفل ومرصد دولة ليبيا الحرة لحقوق الإنسان ومنظمة بنغازي العصية وجمعية دير الخير للأعمال التطوعية والخيرية. يهدف هذا المهرجان إلى التعريف بالموروث الثقافي والإنساني اللي تشكلت منه الهوية الليبية، وكذلك التعريف بالقيم المنبثقة من هذا الموروث ودورها في ربط العلاقات الاجتماعية ودورها في تشكيل اللحمة الوطنية اللي يحتاج إليها مجتمعنا لبناء الدولة الليبية المستقرة والمتماسكة. ويتضمن المهرجان إقامة العديد أيضا من الندوات، وأيضا عن الزي الشعبي، الشعر الشعبي، الأغاني الشعبية، الموسيقيات الفنية والشعرية، بالإضافة إلى معرض المقتنيات الشعبية والمصنوعات التقليدية والتمور والصناعات المقامة عليها. من ضمن أنشطة روضة أحباب الله اليوم الوطني زي الليبي، اليوم الوطني زي الليبي الشعبي، كان يوم جميل بإطلالة أطفالنا رب يحفظهم، وكانت أجواء رائعة جدا. ونشكر كل أولياء الأمور المشرفات في اتجاه هذا البرنامج، وإن شاء الله رب يحفظهم ويرفع عنا البلاء إن شاء الله يا رب.
خبرنا التالي عن الاحتفال باليوم الزي الوطني التقليدي بروضة أحباب الله دامس، ففي إطار إحياء اليوم الوطني للزي التقليدي اللي يوافق 13 من مارس من كل عام، نظمت روضة أحباب الله الحكومية احتفالا للزي الوطني التقليدي، وارتدى الأطفال المشاركين أزياء تقليدية بمختلف الألوان والأنواع في لوحة فنية رائعة. تأتي هذه المبادرة للتعريف بالزي الوطني التقليدي والربط بين الماضي والحاضر فيما يتعلق بالزي باعتباره من محددات الحضارة الإنسانية وترجمة للقدرات اللي تمتلكها الشعوب من خلال تاريخها. إلى جانب ذلك قدم الأطفال عدد من اللوحات الفنية اللي تعتبر تعبر عن تراث المنطقة اللي حظيت بإعجاب الحضور. وفي مدينة القلعة ليش قلت لك؟ لحظة شوي. وفي مدينة القلعة هيك نطقة صح؟ نظمت ندوة علمية حول الاهتمام بالموروث الثقافي والهوية الليبية بإشراف المركز الليبي للدراسات الأمازيغية وبالتعاون مع المجلس البلدي القلعة ومنظمة تويزا للتراث الثقافي والتنمية البشرية ومنظمة تماريس للتراث والتنمية البشرية وجمعية أدارر للتنمية وتطوير الموارد البشرية أيضا، وبمشاركة نخبة من الأساتذة والمهتمين بالموروث الثقافي والأثار. طبعا تخلل الندوة عرض بعض ورقات العمل والتقارير الميدانية حول وضع المواقع الأثرية بمنطقة جبل نفوسة وما تتعرض له من إهمال وتدمير نتيجة البحث عن الكنوز وهدم الأضرحة، وجاء في طبعا في التوصيات النهائية لفعاليات الندوة ضرورة إدراج حماية الأثار ضمن مقررات التعليم الأساسي وتكليف مخاتير المحلات بفتح سجلات لجميع المباني اللي تجاوز بنائها 100 سنة وخلق تنافس بين القرى والمحلات طبعا ومنح جوائز ودعم لمن يكون لها هذه المحلات او القرى برامج ترميمية على اسس علمية، اضافة الى ربط تراخيص البناء للمواطنين بموافقة كتابية من مكاتب المدن التاريخية. حاولنا ان نشد الانتباه الى القوانين اللي هي اصلا موجودة وتخالف من يقومون بهدم الآثار. بالطبع فيه غياب للوعي بهذه القوانين وفيه عدم تفعيل لهذه القوانين. كذلك لا ننسى أن المسؤولية تقع على عاتق حتى وزارة التعليم لأنها للأسف يعني لم تهتم بهذا الجانب. الجانب هذا يعني المفروض مكاتب المدن التاريخية ومكاتب التخطيط إجمالا التخطيط العمراني خاصة يعني كلها يعني عليها أن تراعي هذا الموضوع وعليها أن تهتم وتراقب يعني وكذلك الشرطة السياحية. يعني الشرطة السياحية ترى أمام أعينها ما يحدث من تخريب للآثار ولا تحرك ساكن. فنحن نريد أن يعني نشد الانتباه لدورها ولدور كل هنا. يعني هي مسألة تضامنية جماعية، الكل له دور فيها. إذا مشاهدينا الكرام بهذا الخبر نختم صفحتنا وجولتنا في كاميرا ليبيا وننتقل إلى صفحة جديدة نستعرض فيها أخبار من كل أنحاء العالم. هذه الأخبار حتشوفوها وتتابعوها دائما في صفحة من هنا وهناك. حضر مؤسس مطعم دابيترو الإيطالي بتونس أحمد هرقل أغلى بيتزا إيطالية في إفريقيا نظرا لاحتوائها على أوراق الذهب الصالحة للأكل، حيث بلغ سعرها ما يقارب 360 دولار أمريكي. هرقل قال إنه كان يرغب بتحطيم الرقم القياسي لأغلى بيتزا في أفريقيا، وما اكتفاش فقط بتقطيع البيتزا بأوراق من الذهب عيار 24 قيراط،
لكن أدخل في مكوناتها أيضا زبدة الكما اللي هو الترافل وجبن الموتزاريلا وصدور البط المدخن. وأضاف هرقل حول سعرها اللي واجه العديد من انتقادات أن هذه البيتزا مش للكل، هي موجهة في الغالب للأشخاص اللي يحبوا وجوء من الخارج سواء كانوا تونسيين أو حتى السياح. وأيضا قال أن فيه ناس عادة يسافروا وفي أشخاص يسافروا لشراء أغذية ويكون سعرها باهظة الثمن. افتتح فندق يصف بنفسه بأن فندق الدب القطبي الأول في العالم، هو جزء من منتزه ترفيهي في هاربين عاصمة إقليم هوليون نانجينج، وهو طبعا أكبر مدنة هذا الإقليم، على أنه يتيح للنزلاء هذا الفندق فرصة مشاهدة الدببة القطبية على مدار الساعة من جميع الغرف واللي عددها 21 غرفة. أظهرت صور ومقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام رسمية في الصين ناس يشوفوا أو يشاهدوا من وراء الزجاج دبين قطبيين وسط جليد صناعي وبركة مية صغيرة. تتراوح أسعار الغرف بين 290.10 دولار و 351.56 دولار لليلة الواحدة. طبعا سجلت نسبة الإشغال يعني 100% خلال فترة تجريبية، يعني الفندق أصبح فل في خلال هذه الفترة. دعاة حماية الحياة البرية انتقدوا الفندق وقالوا أن الدببة القطبية تكون نشطة لما يوصل، طبعا تكون نشطة يعني لدرجة 18 ساعة، يعني لغاية 18 ساعة في اليوم، وهي نشطة وتحب دائما التجول في بيتها الطبيعية اللي يمكن أنها تمتد لآلاف الكيلومترات بحيث أنها تستمتع في حياة حقيقية، وهذا الفندق يعتبر كأنه حبس أو كأنه مكان يقيد حريتها. ما نعرفش الفكره الواحد انه هو يعيش في فندق مع او جرب تجربه نعيش مع دبب، ما نعرفش الفكره وين الناس ما يعشقون مذاهب. نمشي لتايلند اللي اقامت تايلند مأدبه فواكه، بس هذه المره لعشرات الافيال في العاصمه القديمه اوتايا احتفالا بيوم الفيل، وذلك على امل طبعا تخفيف قيود السفر بسبب فيروس كورونا قريبا وعوده الزوار الاجانب واحياء قطاع السياحه في تايلند. يوم الفيل في السنوات الماضية في تايلند كان بمثابة جذب كبير للسياح الأجانب طبعا، وخاصة الآن تايلند الحكومة التايلندية ما زالت لم ترفع الحظر، وهي تعتمد طبعا تايلند على السياحة وما زال في حظر مفروض في تايلند. هذا الحظر بادي من شهر أبريل العام الماضي لغاية الآن بسبب تفشي فيروس كورونا طبعا، وهذا الحظر أدى إلى إبعاد معظم المسافرين والمستثمرين الأجانب من تايلند. كانت الأفيال في تايلند مصدر وما زالت فخر وطني وهوية ثقافية للشعب التايلندي طول تاريخها، حيث استخدمت في العمل وفي النقل. لكن جماعة حقوق الإنسان وجماعة حقوق الحيوان أيضا دعت منذ فترة طويلة إلى قيام معسكرات الأفيال في تايلند بإنهاء عروض الحيوانات وركوبها وأقفالها، ووصفت العروض بأنها شكل من أشكال إساءة معاملة الحيوانات. أظهر مقطع فيديو لأسد عملاق مصنوع من أكثر من 685,000 قطعة من مكعبات ليجو طبعا مراحل تجميعه للعرض في منتزه ترفيهي ومنتجع جديد يدعى ليجو لاند ويندرسون في بريطانيا، حيث يخطط لفتح قسم جديد يسمى فلايت اوف ذا سكاي واللي حيتمحور حول المخلوقات الأسطورية، وذلك في شهر مايو المقبل. الوحش المسمى سكاي لايون مكون من 685 قطعة من مكعبات ليجو طبعا، واستغرق بناؤه 3000 ساعة بمشاركة 15 من صانعي النماذج، ويوزن 1520 كيلوغرام، ومن المقرر تثبيته عند مدخل القسم الجديد في المنتزه البريطاني. التقرير أوضح أن المجسم هو عبارة عن محاكاة لأول رحلة طيران في المملكة المتحدة. ليجولاند ويندسون هي واحدة من 8 حدائق ممثلة في جميع أنحاء العالم، موجودة في مدينة بيولوند الدنماركية وكاليفورنيا وفلوريدا وفي ألمانيا ودبي، وموجودة أيضا في ماليزيا
واليابان. في يوم 8 مارس في هذا الشهر يعني كان العالم كله يحتفي باليوم العالمي للمرأة، وتم الاحتفال وتبادل الأمنيات بهذه المناسبة من الناس هلبة، سواء كانوا أفراد أو مؤسسات حول العالم. ومن بين الناس اللي هيئوا أو بين الناس أو الجهات اللي هنوا النساء في العالم كانت المجموعة العالمية برجر كينج، لكنها تهنئتها للأسف كانت نقدر نقوله مستفزة لدرجة أنها حذفتها من تويتر. نشرت برجر كينج على حسابها على تويتر تغريدة قالت فيها المرأة تنتمي إلى المطبخ، يعني النساء مكانهم المطبخ. بمجرد ما انتشرت التغريدة تعرضت برجر كينج إلى انتقادات كبيرة واسعة وجدل واسع على السوشيال ميديا، وتناولوها المشاهير ومتابعين المشاهير وردوا عليها، حتى وسائل الإعلام الكبيرة زي البي بي سي وسي إن إن والجزيرة يعني والعربية، يعني مؤسسات كبيرة اتطرقت لهذا الموضوع ولهذه التغريدة اللي نشرتها برجر كينج. لكن لما نجو نشوف تسلسل الحكاية نلقوا أن برجر كينج ألحقت هذه التغريدة اللي هي أن المرأة تنتمي المطبخ بتغريدة تانية، يعني بعدها طلعت تغريدة تانية قالت فيها إذا أردت، طبعا إذا أرادت ذلك طبعا، يعني إذا المرأة حبت أن تكون في المطبخ فلها ذلك. وبررت برجر كينج هذه التغريدة بأن 20% فقط من الطهاة في العالم هم من النساء، وهي كشركة تنادي إلى المساواة بين الجنسين في قطاع المطاعم. بعدها بساعات نزلت برجر كينج تغريدة ثالثة تعلم فيها برجر كينج عن طرح برنامج منحة دراسية مجانا يساعد موظفات برجر كينج على تحقيق أحلامهن في الطهي أو في أن هم يمتهنوا مهنة الطهي. التغريدة الأولى كانت من أجل لفت الأنظار وجذب المشاهدين لمبادرتها، وهي بالفعل اللي صار يعني، وحصلت هذه التغريدة الأولى على مئات الآلاف من إعادة النشر أكثر من التغريدتين الثانيات اللي هي التغريدة الثانية والثالثة، وصار عليها جدل كبير وريتويت يعني وصل أكثر من 300,000 ريتويت للتغريدة الأولى. بعدها قدمت برجر كينج اعتذار واضح وضحت فيه مقصدها من هذه التغريدة، نحكي عن التغريدة الأولى، وعلق الكثيرين حول العالم بأن الأجدر كان هو نشر هذه التغريدة من الأول لتجنب الفهم الخاطئ والصورة النمطية على النساء. لكن أعتقد أن كان هذا ذكاء أيضا من برجر كينج، أن هي قدرت تجذب وتشد انتباه الآلاف أو الملايين من الناس حول العالم وتشغل الرأي العام بهذه التغريدة، بس هي تسوق لشيء آخر أو لتغريدة ثانية وتشد الانتباه، وهذا مش عارف إذا كان نوع من الذكاء في التسويق لهذه الشركة. إذا مشاهدينا الكرام بهذا الخبر ننهي جولتنا في صفحة من هنا وهناك، وصلنا إلى صفحة طبعا وصلنا إلى آخر صفحاتنا في عدد اليوم اللي هي صفحة حتكون مميزة. احنا في عصر الأعمال والريادة، وطبعا هذا بالفعل ما تكلمنا عليه في العديد من الحلقات طبعا، وكل نجاح في العالم ندور على الآيباد وكل نجاح طبعا في العالم بدي بفكرة آمن صاحبها بها وطبعا حولها إلى واقع، واليوم نستخدم ونشاهد الآخرين يستخدموا منتجات عديدة. هذه منتجات يتم إنتاجها من قبل شركات ضخمة غطت الأسواق محليا وعالميا لغاية ما أصبحت هذه السلع جزء لا يتجزأ ولا لا يستغنى عنه في حياتنا. احنا ما نتكلموش عن كهرباء ولا على المية ولا حتى على الغذاء الأساسي، احنا نتكلموا على منتجات هي الأعلى بيعا في العالم لغاية يومنا، السلع الأكثر مبيعا في العالم في كل الأوقات. فقرة شيقة وفيها معلومات ممتعة ومدهشة حنستعرضها اليوم في أنفو الأسبوع. أموال كثيرة يتم الحصول عليها من خلال مختلف أنواع الأعمال بهدف إنفاقها على ضروريات الحياة ومستلزماتها، وتختلف طبعا السلع والمنتجات اللي يتم شرائها باختلاف ثقافة المستهلك وطبيعة المنطقة اللي يتم الشراء فيها.
وهناك سلع ومنتجات اكتسحت العالم شرقا وغربا شمالا وجنوبا وحققت وتحقق مبيعات هائلة حول العالم. حنستعرض بعضا من المنتجات الأعلى مبيعا في العالم مع بعض المعلومات عن هذه المنتجات، ونبدأ من العلامة التجارية الأبرز في العالم كوكاكولا. المنتج الأعلى مبيعا في العالم بدون منازع، وكلمة كوكاكولا تعتبر الكلمة الأكثر فهما في عالم، يعني في العالم بعد كلمة أوكي. يعني كلمة كوكاكولا أو كوكاكولا هي الكلمة اللي منتشرة بعد أوكي ومفهومة في العالم. هذه الشركة تبيع يوميا ما يقارب بمليار و800 مليون عبوة يوميا في جميع أنحاء العالم، أي ما يعادل 26% من سكان العالم، يعني ربع سكان الكرة الأرضية يشربوا في مشروب كوكاكولا يوميا. وتم بيع كوكاكولا في جميع أنحاء العالم باستثناء دولتين هم كوبا وكوريا الشمالية بسبب مشاكلهم طبعا السياسية مع أمريكا. تبلغ مبيعات كوكاكولا 3 أضعاف مبيعات بيبسي في العالم، وتصرف على الإعلانات 4 مليارات، وتحقق 58 مليار أرباح سنويا. لكن ما تنسوش أن العبوة الواحدة من كوكاكولا قديش تحتوي على 300، اللي هي عبوة 350 ملي تحتوي على 10 ملاعق من السكر. السلعة الأخرى الأعلى من حيث المبيعات هي الآيفون من أبل. باعت شركة أبل أكثر من 2 مليار جهاز آيفون منذ عام 2007، والنسخة الأكثر مبيعاً من آيفون هي 6S و6S بلس، وباعوا منها ما يقارب 250 مليون طبعاً جهاز في العالم، طبعاً من لما طرحوه في عام 2014. طبعاً شركة أبل الغنية عن التعريف تعتبر أعلى قيمة سوقية في العالم بقيمة تجاوزت 2 تريليون طبعاً دولار. نجو نشوفوا السلعة الأخرى، فهي لعبة لغز مكعب الروبيك الشهيرة، وهي اللعبة الأكثر مبيعاً في العالم. تخيلوا، تم ابتكار لغز مكعب الروبيك في عام 1974 طبعاً، وطرح في الأسواق في عام 1980، ومنذ ذلك التاريخ حتى الآن بيع منه أكثر من 350 طبعاً مليون قطعة، يعني بيع منه أكثر من سكان الولايات المتحدة الأمريكية بالكامل. ومعلومة غريبة عن الروبيك هو أن الغاية من اختراع هذا المكعب كانت لشرح الهندسة ثلاثية الأبعاد، واستغرق مخترعها روبيك شهر كامل لحل لغز هذا المكعب. المنتج الآخر أو السلعة الأخرى هي شيبس ليز، هي بطاطس ليز اللي أكيد تشوفوا فيها كلنا نعرفوها. يباع شيبس ليز سنويا منها ما يقارب من 633 مليون 633 مليون كيس من الشيبس. هذا المنتج هو شيبس ليز، بيع أول مرة من صندوق سيارة، أول مرة يبيعوه كان في صندوق سيارة، وسياسة وكلاء الشركة في العالم هي الوصول إلى كل متجر في أي منطقة كانت. وطبعا تقدم ليز مليون دولار لمن يعطي وصفات لنكهات جديدة مميزة. ويقولوا في التقديرات لو وزنوا البطاطا المباعة سنويا من ليز راح يتجاوز وزنها وزن حامل الطائرات. تخيلوا كمية البطاطا وتخيلوا حاملة الطائرات. المنتج الآخر الأعلى مبيعا في العالم هو جهاز البلاي ستيشن من شركة سوني. فكرة البلاي ستيشن جت إلى كين كوتارغي على غرار الورك ستيشن اللي يستخدم للعمل، فاختار اسم بلاي ستيشن لجهاز اللعب، وتم بيعه منذ عام 1995. وحتى اليوم تم إصدار 5 إصدارات من البلاي ستيشن، وتم بيع 344 مليون جهاز لغاية هذه السنة 2020. من المعلومات الغريبة هي أن تطوير يد التحكم في البلاي ستيشن تعتبر أصعب من تطوير المنصة نفسها. وإذا ما تحدثنا طبعا عن السلع الأكثر مبيعا في العالم، فلابد أن يكون من ضمنها السيارة الأكثر مبيعا في العالم، وهي تحديدا من شركة تويوتا، إنها سيارة تويوتا كورولا. بداية تصنيع سيارة كورولا كانت في عام 1966، وبعت حتى اليوم أكثر من 40 مليون سيارة في العالم. تخيلوا 40 مليون سيارة تويوتا كورولا بمختلف موديلاتها موجودة حول العالم. في السعودية بروحها
في اكثر من 12 مليون سياره تويوتا كورولا، الكويت فيها 2 مليون والامارات فيها 3.5 مليون سياره من تويوتا، مع العلم ان تم تصنيعها على انها لا تحتوي على الكثير من الاضافات وانها تعتبر ممله في القياده، الا انها تربعت على عرش السيارات الاعلى مبيعا في العالم. ايضا في منتجات اخرى على سبيل المثال الايباد اللي تم بيع منه 211 مليون نسخة من سنة 2014 إلى الآن، ومن المنتجات اللي تم بيعها وتحميلها هي لعبة Angry Birds اللي هي الطيور الغاضبة اللي تم تحميلها أكثر من 2 مليون مرة، بعضها مجان وبعض طبعا التحميل كانت برسوم، حققت شركة أرباح خرافية يعني 2 مليار تقريبا، ثلث سكان الكرة الأرضية. إذا مشاهدينا الكرام بهذا نوصل لنهاية فقرتنا ونهاية فقرة أم في الأسبوع، وأيضا نهاية جولتنا اليوم ونهاية هذا العدد من المجلة، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله الأسبوع الجاي في نفس الزمان والمكان. كونوا في الموعد، إلى اللقاء.